الحياة فام. الحياة فام. زهرة الحياة. عسلامة، أنا سيف الدين جلاوي، رئيس منظمة ويستارت. منظمة ويستارت تأسست في أواخر 2018 في القروان، بازي في القروان، نخدمه في الوسط الكل. نخدمه على زوز محاور أساسية، هي تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة كتربية مدنية ومجتمع مدني، وحتى بعد يمشيوا كان عندهم معناتها نعطيهم الآليات والمهارات اللازمة أنهم يمشيوا ينتجروا رواحهم في الحياة العامة في الأحزاب السياسية وفي المجتمع المدني. نخدمه زاد على أكس آخر اللي هو التشغيل لدى الشباب والانتربرونيريا، ونعطيهم آليات ومهارات أكثر باش يحلوا المشاريع بتاعهم باش يدخلوا سوق الشغل. منظمة ستارت اليوم في مشروع بالشراكة مع الانديا، نخدموا مشروع اسمه كايراكت. كايراكت هو نحاولوا نخلقوا أنتيتي وإلا ريزو باش ننميوا التنمية، باش نخدموا أكثر على التنمية في القروان. المشروع هذا الفكرة متاعه جيد أن ننتجريو المجتمع مدني، أعلام وإدارة وبلدية وولاية، الناس الكل هذم، كل واحد يخدم في العادة، كل واحد يخدم الروح، وأحنا كمجتمع مدني وحدنا أعلام وحده غادي إدارة وحدها. اليوم قلنا مهم ومهم جدا أن نقعد الناس الكل على نفس الطاولة، نبرتجيو المشاكل اللي موجودة في القروان، ونوحد الرؤية اللي نجم نخدم عليهم، ونمشيو في حلول واضحة مع بعضنا. الناس الكل نبرتجيوها مع بعضنا، وإن شاء الله نحاولوا الحلول هذه واللي مش نخرجوا بيه بالريزو هذا اللي هو مشروع. اخترنا أن مش نخدمه أول فكرة اللي هي على الصناعات التقليدية في القروان. قعدنا المرة الأولى وركشوب الأولى اللي خدمنا أكثر باش كيفاش الريزو مش يكون، شنية التركيبة متاعه النهائية، كيفاش مش نحكيه في داخل الريزو كله. بعد دينا اخترنا سوجي اللي هو الصناعات التقليدية، بعد هبطنا للسورتيران خدمة في القروان على مشاكل الصناعات التقليدية، قعدنا مع حرفيين، قعدنا مع الأطراف المدخلة الكل، وبعد في وركشوب أخرى مشينا في الحلول اللي نجمو نقدموها الصناعات التقليدية في القروان، باش بعد إن شاء الله نخرج مشروع موحد اتفق عليه المجموعة الكل وريزو هذا باش ندبروا له تمويل. ريزو هذا ماهوش مش يموت، ريزو هذا مش يخدم على مدى بعيد. اليوم اخترنا المشكلة الصناعات التقليدية، بعد مش نختاروا مشاكل أخرى، كل ما الريزو يتفق على مشكلة أخرى نخدم عليها، لكن الريزو ديما موجود إن شاء الله، وديما التجربة تكون بواسطة الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.